كل خير. اي أيوة والله وجهك يا عبد الله الله حبيبي. يسعدكم يا حبايب قلبي. بس كلمة للأخ سلطان، القم يا سلطان، ها طلعت المرة وتقول يلقم، ها سلطان، ها اسمع القم اسمع اسمع يا مدحي يحيى، والله العظيم اني سم. كنت اتحداك، بس بعد التحدي اللي شفته معاك انت وعتيق اكتشفت انكم اقوى اثنين وانظف اثنين واشرف اثنين بيض الله يلعبون وجهك، بيض الله بنيه وجهك، بنيه الله حلوه، يسعده. يلعبون بتحدي وطبعا اهانه. طبعا انا اللي استفزهم الاخ عتيق، انا افعل لكم مثل ما فعلنا العتيق، دينا التوب 1 والله بقهوه. يحق لك، والله اه يا بس يحيى مشروب خلاص، انت هذه علشان والله خاطر عيون المتابعين والمتداعمين بس، واحنا اخوه. والله انتم الاثنين اكثر اثنين تحسنون سمعه التيك توك عكس الناس الباقيه اللي ما غير تسوي حروب وتسوي مشاكل، فهنيئا لكم لهالجيش وهالدعم القوي وارقام اسطوريه مستحيل نوصلها. بيض الله وجهك يا سلطان، الله موفق يسعدكم ويعزكم. والاخ يا الثالث هذا نبغى نتعرف عليه وخليه يقرب شويه، قرب خشمك الله يعزك. الف مبروك مهند الشامل اذا ما تعرفه. الله حياك الله يا عمنا، يا مرحبا بك والله والنعم. والله انك تستاهل من افضل التحديات اللي تابعناها، اهم الله شيء يسعدك الاحترام عز. يدرس للباقيين بعد، صراحه قسم بالله نعم الف الله مبروك مره يعزكم. المهم وموفقين ان شاء الله. يا عشان يحيى الله يعصر. الله يحيى يعزكم. المهم اخي عتيق، كما اتفقنا على الحكم، الله يعزكم وشكرا لكم، والعفو منكم اذا بدل مننا اي وستامر كلمه او شيء، ان وستامر شاء الله انا وستامر بطلع لا المتابعين. يحيى يحيى وش تامر مني غير المقطع ومنشن حسابك؟ وش تامر مني؟ الله خلي اعطيك من هوا، الممتاز. ها؟ اعطيك هوا، وش تامر ما مني؟ عاد اسمعك يا اخي عتيق لانه جاني اتصال بالخاص وضاع الصوت، العفو منك. الله يا ابو مجلي لا خل لا عتيق لا يركض يا ابو